محتوى البرنامج التالي من أفكار وآراء نابعة من معدي ومقدمي البرنامج ولا علاقة لراديو سوريالي بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار. ذكرت مصادر مجهولة المصدر أن حالة تسمم في مطعم شعبي في مدينة بورتو في باتسوا يقدم صنف الأكاكازي بالكازي تخطف أرواح 50 شخص وهم مجمل سكان هذه المدينة، 20 بينهم سوريين. أنا سوري يالي أنا سوري أنا عربي أنا سوري أنا عربي العربي طهياني يالي. ما لفت نظركم هذا الخبر؟ ما حدا استغرب؟ طيب رح قلكم خبر تاني. في هجوم لتماسيح متوحشة على قبيلة سبتوركي بلد شيلي تم التهام 15 مزارعا بينهم 18 سوري. كمان ما لفت نظركم هذا الخبر؟ العمى. طيب ذكرت مصادر مطلعة أن مجموعة من الأموات الأحياء المعروفين باسم الزومبيز يخرجون من قبورهم غاضبين ويهاجمون فريقا من صيادين الموالس في غابات سيبيريا بين قوسين حيوانات معروفة وحيوانات معرضة للانقراض، وبين الصيادين 3 مخيمات للسوريين تعاني أصلا من تلوث المياه ونقص فيتامين دال. فيما ذكرت مصادر مقربة من مكتب مكافحة المخدرات في كوالالمبور أن بذرة مضروبة أودت بحياة 6 كوالالمبوريين أغلبهم سوريين. كمان ما حدا انتبه؟ حلو. وأنا بقى في الملف السوري رأس متفجرة تزن 1200 كيلوغرام من المتفجرات متمركز في مدينة لقطيفة في دمشق حيث تم رصد إطلاق نحو 5 طلقة في الميدان السوري حيث أعلن فصيلة حركة أحرار الشام وألوية صقور الشام الإسلاميان المعارضان في إدلب. في الحرب السورية النصرة أسرت 4 عناصر من طاقم الوحيدة الرملية أثناء هبوطها تتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى بلدتي لبن وزهراء في حلب. نشرة الأخبار السورية. مدهش غلافة تعيش من بقي في حلب مع كل هذا القصف العشوائي. بيشلي بيشلي بيشلو بيشلي كلنا سوا شنيا شنيا كل هالسريالية والشطح ممكن تمر على أي شاشة إخبارية بدون ما حدا يوقف عندها للحظة أو يستغرب. أصلاً ليش لحتى يستغرب؟ بس لأنه سوريين يعني عادي خلاص راحت علينا؟ لا بالعكس، صار إذا بيمرق خبر موت وما فيها سوريين هو الغريب. يعني إذا عزرائيل مستخف فينا بتكون البشر ما يستخفوا فينا؟ ولا الحكومات ولا الشعوب الأخرى؟ لكن يا جماعة شو اللي بيبرر ظهور مهرج سايكو قاتل عم يغتال الأبرياء بالطرقات بالدول يلي مقدمين فيها السوريين لجوء؟ يعني صحيح احنا انتشرنا في أصقاع الأرض، بس يعني السويد وألمانيا هن المركز يا شباب، بعدين الأدمغة كلها هنيك. هو بقيان هالكم دماغ من السوريين اللي طفشوا بدك تاكلون كمان؟ هاد يعني صار بقى له علاقة بشي العنب بشي تار قديم انه بتحبوا الحياة؟ ايه تعوا لقلكون. بعدين شلون عزرائيل ملحق شلون نط من عند الصواريخ والبراميل على أوروبا؟ يعني طلعت بالبلم تشتغل بأوروبا فريلانس مثلا، ما عاد بدك دوام، أخذ منشطات، بتخترق قصف، بتطلع جبل، بتنزل بحر، ما شاء الله. بتحسوه بس هيك لحقنا أنه وين سوريين؟ بدي سوريين. ها هو يخرج من بين الكثبان، أقوى من الشدة، أطول من المدة، أحد من السين، أهدأ من السكون، أسرع من لمح العين، إنه الرجل الطائر، إنه الرجل العجيب، إنه أبو الحروب. لكن طبيعي مثلا واحد سوري من السوريين عاف حاله لطلع من سوريا وتهريب وحواجز وأخطار بس يوصل على تركيا يصحط على الدرج ويموت؟ والله ما عم بمزح، ترو ستوري، والله ما نسكراني أنا، ترو ستوري. ليش ما خليته يصحط بسوريا مثلا؟ ضروري يتكلف الزلمة ويطلع من أصله. شو هاد يا شنو هذا بقى يا أستاذ عزرائيل؟ نحنا محترمين أنك شخص سيلكتيف وخياراته ما له بحاجة لوصاية، يعني نحنا كتير منقدر جهودك وتعبك، يعني شغلة متعبة أنك تاخد أرواح، بس يعني خليها تكون على القليلة بالمكان والزمان الصح. يا أخي بتخليه يصحط بتركيا يا زلمة، بيربي أنك غريب. طب هالعائلة اللي عم تغرق بالمياه الإقليمية مثلا، يعني يا بتغرقهم بالمياه الإقليمية يا بتموتهم بنص البلد بالجوع تحت الحصار، يعني
والله غريب يعني، شو هالسيناريوهات الغريبة تبعك يعني؟ والله منحبك، نحن منحبك بس يعني طيب لكن بربك رجل يموت عن عمر ينهز 150 سنة بعد ما قضى عمره في الجبال، ونحن أولاد وشباب وكبار وصغار، إنه حبنا يعني حبنا بس مو هيك. True story تانية، واحد 3 سنين متشنطط بلبنان بس تزبط معه ويهاجر على كندا، على كندا على قارة تانية يعني، وتطلع إقامته، بيقوم عزرائيل بياخد له روحه بنفس اليوم، بنفس اليوم يا زلمة، وإنه ما في مبرر منطقي ولا سبب ولا مرض أبداً، إنه مات هيك من الفرحة، راجع مبسوط الزلمة أم مات. لك خليه يركب ساعة كهرباء لحاله على القليل هيك، خليه يحس بالفائدة من هالإقامة أخي، خليه ياخد ضمان صحي ليتكفلوا فيه بعد ما يموت. بس إنه أول ما ياخد إقامة تعطيه إقامة عندك يعني، صحيح مثل ما قالت ستي عنك يا زلمة. لا لا ما هي سكرانة عن جد، هاد الحكي صار. عزرائيل العزيز، تحية طيبة. وبعد كنت أحاول التواصل معك في الأسابيع الماضية لتأخذ روحي وتريحني من هذه العيشة الخرا، بس يبدو أنك مشغول جدا وما عندك إشارة، فقلت ببعث لك هالكلمتين. أنا أحيي جهودك بمحاولة ضبط التضخم الديمغرافي وتطبيق نظرية الاصطفاء البشري، بس بحب لك أنه نحن مو أسوأ نوع بشري موجود على فكرة. إذا كنا بالفعل أسوأ نوع وأنت مركز على استئصال هالكتلة البشرية من هذه الأرض الخضراء الجميلة لتساهم بزيادة تدفق الأنهار والقضاء على التصحر وتعقيم الكوكب من الفساد، فمو بس نحن المشكلة، خود أمريكان يا أخي، خود روس، خد صينيين عندهم مليار يا زلمة. قصدي مو عنصري صدقني عايزه، بس قصدي انه شي مرة مثلا مسكت آلة حاسبة وحسبت كم سوري صاروا عم تعمل جرد السنة ولا لا، كمان ما عم بتلحق. بس شو الحكي اللي عم تحكي؟ العمى وجعت لي راسي، وليش ما قلت لي من زمان؟ عزوز الغالي الساطور على شو لسه حامله؟ قلت فاشن صار يا معلم، مو ملاحظ معي انه احدث انواع الاسلحة عم تجرب بسوريا بس لانك سلكتف وبتحب التنوع تقوم تنزع سمعتك وتموت حدا زحط بس لانه سوري؟ من الخمسينات ما مات حدا زحط يا زلمة. ابو العزائز، هل انت فعلا شرير؟ انا بعرف انه جواتك في حدا نظيف، انه لو تهيئت لك الظروف الصحية والشروط الانسانية لتكون انسان او ملاك او كائن طبيعي، ما كنت انفجعت هالفجعة على السوريين يا حب، وكنت اكثر انتقائية وانفجعت على لازم يموتوا من السوريين اذا مصر انه سوريين يعني. حصدنا ارواح ناس بتستاهل تموت عن جد يعني، وتريح البشرية من شر بقى، لكن بشرفك شو اسمه يموت وفلان لساته عايش، ولا التاني شو اسمه استشهد وهداك الحيوان لسه عايش؟ أسماء كتار ما معي وقت أذكرون هلأ. سوفاج، إيه الشعب ده؟ عزو، اطلع على مراية، راجع أخطائك أخي، بس حسب إنه شو استفدت من هدول اللي عم تاخدهم ولسه عم تاخد أرواحهم يعني؟ هاد اللي أخذ الإقامة مثلا شو استفدت منه؟ أخذت إقامته مثلا؟ طيب أخي آمنا وسلمنا أنه الأعمار بيد الله وأنه نحن شعب لازم يموت وما بيحق له يعيش، بس اللي بينتحر مثلا ليه بتدفشه؟ ليه؟ اتركه ساعة على يفكر الزلمة، بركي غير رأيه. ليه تنكشه؟ شو هالولدنة يا زلمة؟ والله ابن خالتي بصف الخامس ما عملها، ما دفشني وأنا واقفة بدي نط بالمسبح. بتصغر عقلك؟ اشتغل شغل أصول، ما بدي علمك، أنت بتعرف أنا ما بعرف. أنت مواطن سوري لازم بتضل عم تعن مبسوط. الله أكبر، هذا شيء غير شرعي. عزورة، أنت بتعرف أنه باب التوبة لسه مفتوح، نصيحة، قدم استقالتك، خد إجازة، يعمل لنا أنفولو يا أخي، بلوك أي شيء، لسه 24 ساعة أونلاين ومضوي جنب اسمك، نهيلنا هاللف ستوري لو سمحت. حبك من طرف واحد دمرني، حب الآخرين، ساوي بين الأبن بين الأبناء، لا تفكر باللي مات وفكر باللي عايشين. تخيل هلأ مثلا تصغر عقلك وتاخدني لأني كتبت هاي الحلقة، أكبر من هيك أنت ولو
ختاما سيد راسي، رح أعتبر هاي الحلقة بمثابة تذكير لمقامكم الجليل، وبعتقد أنه سعة صدركم وتفهمكم وحداقة تفكيركم وعمق إيمانكم وصواب استرشادكم وبياض يمينكم وسلامة لسانكم ونظافة منجلكم تسوقكم أنه تخفوا عنا شوي. أهلا 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 أهلا. ديا ديا ديا، استنى شوي، استنى استنى يا زلمة، بس خليني كمل هالحلقة، خليني بس أقول السلام عليكم. بيشلي بتشلي بيشلو بنشلي كل مكان. شنيا شنيا شنيا.